أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في بداية حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم الأسبوعي اهتمامات. سنناقش في هذه الحلقة فن النحاتة والصناعة التراثية، سواء التقليدية أو التي تعكس بعض أنماط التراث الموريتاني الخالص. هل هناك اهتمام كافي بهذا التراث بعيون طبعا فناني ومبدعي هذا البلد؟ وهل هناك أيضا اهتمام شعبي بكل الديكورات التي تحكي التراث بدلا من الديكورات التي تحكي تراث الغير؟ نستضيف لهذه الحلقة فنانة تشكيلية مبدعة صنعت بأناملها الكثير وأبدعت فيه، وأيضا هناك مجموعة من العناصر الموضحة لهذا الفن والفن التقليدي أيضا، وأيضا المبدعين من الصناع التقليديين الموريتانيين. نستضيف الأستاذة الفنانة التشكيلية مكفولة من تحميادة. مكفولة، أهلا بك. طبعا اهلا بكم انتم ايضا مشاهدينا الاعزاء في بدايه هذه الحلقه التي نتمنى ان تبرز اهميه التراث وابداع الصانع الموريتاني، سواء الفنان التشكيلي، سواء الرسام او النحات او الصانع التقليدي بمفهومه التقليدي او الشعبي. هنالك طبعا لوحات جميله جدا، هنالك اثار رائعه تحكي تراث هذا الشعب، هذا الشعب التي تساهم بدورها في احياء هذا التراث بدلا من اندثاره، وتساهم في ان يكون بين ايدينا في البيوت وفي المنازل وفي المكاتب الى اخر ذلك. اذا طبعا بدايه، بما ان معايا فنانه تشكيليه وبما ان معايا نحاته مبدعه مكفوله طبعا غنيه عن التعريف، الكثير يعرف مكفوله من تحمياده، يقال قد يعود من فات براز قبال مكفوله من تحمياده، فات براز قبال المشاهد شنو هي مكفوله من عند الراس. تميتي بفن النحاته طبعا عندنا هنا نماذج ما هي عاديه بها الزين، لان عارضين نبخر على المشاهدين شوي نعرضوها لوقت اللي نعرضوها فيه، اختيروا تنقابل مقباها من بعيد. من درا اشتميتي لين بداتي في الفن؟ والله اشتميتي لين اتجهتي له. شكرا. انا بدات فيه له نعود من 99، وانا اصلا من مسقط راسي اصلا بالجبال والرمال، واهتويت على عندنا منه فن كذا، الفن اللي دور يشوفه ذاك فن حجارة. عندك الطبيعة زيادة، عندك الطبيعة وذاك الجو التقليدي، وحبيت تعلن الطبيعة وتفرض تبرز جمالها. تبرز جمالها. وحد في 99 انا متباركة مع هذه الحجرة، نطورها الحجرة تراب من 99 من 99 من 99 انا نمارس الفن الحمد لله لبارك. يعني طبعا عندي هون نماذج تبرز الخيمه والتيكيت، وتبرز الشيلال، تبرز البير جاي منه، وعندنا ايضا نماذج جميله جدا تبرز بما نعلم مشارف موسم القيطنه اللي تشوقينا قبيل مازال ما تروح. اذا رائع جدا. طبعا بدايه قلت لك بداتي 99 مع الحجاره، اول شيء صنعتي شنو؟ اول شيء صنعت براد وجمل لاقبط صافي عندي، وتو دقدقت شي من الحجار بيض ومعهم حجارة كحل وحمر وشي ذا كيف، وعدرت براد من زين مضبوط بالحجار، وعدرت مولي جمل ومولي ندقدق الحجار ومولي نقرر الجمل. حكيتيهم باش بداية؟ ما حكيتهم بشي، لا عن جمرت ولا المطرقة هذه اللي يعني ندقدق بها الحجار، تقبض الحجر المناسبة، الحجر المناسبة وندقدقها لين ندقدقها، وبعد ندير لها القرع هذا نرسم الاول الشكل البراد، وبعدين ندقدق الحجاره وندير القرون ونعود نتم. اذا طبعا عندي هون براد رائع، براد من الفضه، والله من نحاس الفضه هذا من الفضه الفضه من الريش من الريش اصلا اصلا يقال اصلا البراد كانوا يعودوا من النحاس اكيد، اصلا يعودوا من الفضه البيئه، الفضة مال البيضة وتعود مال معها نحاس، وتعود معها نحاس الفضة والنحاس. وطبعا هذا ما شاء الله، هذا عندي انه حديث وعلى الله انه حديث، والله والله ما رياسة حتى عدلتي، معليش عدلته جديد ما بقى عن شاف اول مرة، ما هو كي برد تاكل اول عدلتي. امان الله من ترى ذاك ملصق وهذا بعد مجسم، اذا حد شافه طبعا قد يحلف انه من الفضة ومطرز بنحاس سبحان الله العظيم، وتحته جمرات قادين نظيفات، وتحته الزير الزير، هذه الحجرة هو التراب، التراب والله هذا التراب، هذه التراب وقع جمرات، اصلا الناس الاولى كانت منظمه حالها بهذا وتايها زين،
مضبوط عنده مشكلة ما شاء الله. من ضرب برادك ذاك الأول سابق ودخل بالتفاصيل، برادك ذاك الأول ايش عاد درتي له؟ ذاك اشترى من عندي. حق الله من اشترى؟ والله اشترى من عندي السجاد والعبيدة. حق الله. والله إذا شجعني. مشيتي عرضتيه والله. ما أنا ظليت ميت في الدار فهمت إياها وعند رسم اللوحات يجي خرص من هذا البراد. وأنت كنت ترسمي سابق ذا؟ هيك ترسمي سابق ذا والله. وتو شافوا عندي قال لي يشجعك مناسبة على أنك تباني. ومن دراك هذاك البراد مازال موجود؟ ما تعرف كانوا مزار بلدي تطار والله الله تعالى اعلم كان بلدي تطار كان بلدي تطار اللي انا عرفته كان يعود مزار فيها والله لا يعود زين حتى استقالوا حد اخر زين اذا طبعا احنا هون طبعا معنا نحاته مبدعه ما شاء الله وعندنا قدر من الالات اللي هن عتوركم وقدر من الابداع اللي فتبارك الله ما شاء الله غريب تبارك الله به الزين وقار سابق ذاك بما ان الصانع التقليدي الموريتاني ابدع ايضا وبما انه دار لوحات اصنع ذيك اللوحات يصنع صناعات ويجيرها في برواز تقليدي مطرز بستانقو الفضة وطبعا هذه الميزه الاساسيه للصناعه التقليديه الموريتانيه ذيك اللوحات برزت التراث تحكي التراث نختاره بدل الناس عاد تنتشر اللوحات وعاد تدير اللوحات في ديارها وتدير اللوحات في المكاتب وفي البيروهات تقبض ذيك اللوحات التقليديه اللي تحكي التراث وتحكي عليها مسميات المناطق اللي انتمى لها رقاش حد يبقى منطقته انتمى لها مثلا على سبيل المثال الحوض ودان ادرار ومعالم ايضا تراثيه تاريخيه طبعا تحكي مجموعه من تحكي تحديد الهويه تحكي ايضا تضاريس والله اللي يميز ذيك المنطقه من تراث ومن كثبان ومن حجاره ومن معالم تاريخيه طبعا قبضنا لكم هون عنصر فيه مجموعه من اللوحات اللي ابدع فيها الصانع الموريتاني لوحات تستحق انها تنطرح في ارقى البيوت الموريتانيه سواء الصالونات طبعا مش من الناس يقولون لوحات تقليديه عنده منظونها لوحات تقليديه انها تندار لها في بيت فيه تقليدي كي مثلا زرابه وفيه ديكورات تقليديه والله البيروهات والله متحف والله روايه يا غير هي صالحه لاي بريده بها اللي فيها صور زينه وفيها صور اشخاص تعبر ايضا عن التراث فيها صور وجوه موريتانيه خالصه فيها صور فتيات موريتانيات فيها صور ظفير القديم فيها صور ايش إليويش فيها اي صور اخترنا لكم مجموعه من الصور من اكثر الصور ابداع لوحات تستحق انكم تشوفوها تستحق انكم تصدوا لفته كاحياء لهذا التراث انكم تشروها وتقتناوها وتديروها بيوتكم لانها فعلا تحكي ابداع الصانع الموريتاني نشاهده الان ونرجع Thank you.
إذا كما شاهدت بما أنك أصلا رسامة ونخرص بعض اللوحات أيضا تعكس تحكي التراث أيضا، وهي لوحات فيها الحجارة وفيها تيكيت وفيها هذا، اللوحة من أي منطقة؟ هذه من أدرار. قربي هذا. هذه من أدرار فيها تيكيت وفيها. هذه فيها تيكيت وفيها الزريبة. زريبتها. وفيها مساكن من الحجرة. وفيها مساكن من الحجرة الوابطة، فيها مسجد، فيها بلمرلي، وفيها حصائر القديمات. من درا اللوحات، من درا كان الإقبال عليهم، كيف الإقبال على الفن الآخر المعدل؟ ما شاء الله. التمر تبارك الله وقع تبارك الله مهم هكا شيء، طبعا اللوحات بعد تبارك الله بخلقهم هما اللي هما، وخاصة منهم المنارات وكيف هذا الرجال القديم، ما شاء الله استقبال عليهم ياسر وزين عندهم، عاد زين عندهم قاع يديروه التراث وتوب يعلقوها في الديار وفي زين زين عندهم بلي لا الطبيعة هذا لا الحجار زين والتراب والعودان كامل. وانت تعدي لوحه من رسم والله كي لوحه النحت، تم مزيج من بين لوحات تعود من بين النحت والصوره. اذا شفتي النحت تنقال المساله اللي تقبضيها وتنحتيها. لا لا لا، قال هذو اللوحات بهم شذوك وحرش، واضح انه حرش هذا كولاج. ايه الحجر محزن على حجره كبيره وحز عليهم دقدقها. اذا هذا واقعي. هذا واقعي في الحجره ذيك واضحه. ما هي الوان؟ طبيعية. هذا هو اللي قلت لكم من بدي ابداع لهم. هذا طبيعية، حجرة نقبضها الصفراء وزع عليهم دقدقها، نقبضها الكلابة تم قطعت قطع صغير كذا اللي شفتيها، نديرها الكولاج، ندير لها القرع ونقريها ونتماشى بهذا كامل تراعي ما في شيء ما استفيد شيء الى عاد اصفر حجرة طبيعية. والتيكيت ايضا نفس الشيء. نفس الشيء العودان. العودان واضح واضح انهم عودان يتبارقوا. واضح انهم عودان يتبارقوا. عودان ندقدقهم، راهو هذا كل واحدة من هذا صغير نظل ندقدق ندقدق لين حصل انه ياسر صغير، وبعد نقري وندير الحزمه، وبعد ندقدق هما اللي نفس الشيء لين قلت له حقها قنيت زين حق معناه انها كامل على الطبيعه على الحجاره زين حق والرمال والعودان وديري التراب ايضا اللي تحدد التراب هذا كامل التراب اذا بالطبيعي الوان طبيعيه وحجاره طبيعيه زايد به هذا صدر احد البطن خل هذا من كل شيء. زين. زين زين. إذا طبعا من أكثر ذي الأمور إبداع وأكثرها اللي ما يشد انتباه المشاهد ما يشوفه هذا التقلع. أن التقلع والنفاضة، التقلع قاع ما هو عادي فيه زين، ويا حلف قد حد يحلف أنه تمرة والله أنها تنقيرة صالحة. أنا أشوف مولاي تنقرا قال تنقرا 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 قال طلع اختي نهذب ساريلي تقولي ما يشوفه حد ما شد انتباهه من درا هون شنو هو اهميته قلت قبل من الناس زين عند التمر زين تشوفه منه طبق معدل جاهز هذا زين عند به اللي بعد قاع هو ابداع به اللي بعد قاع ما كان حد يقدر ما ذقوا عدل لاول مره وعدل ما كان شاك حد على التمر خارج منه وهو فترته وتعامل من هم اللي توفته لأول مرة حد يصنع مرة. طبق من التمر والله من النفاضة هذه النفاضة ما هذا تقلع ذيك هي الحماك زين حتى هذه تقلع نظيفة من الحمر وعليها المدينة هبزة من المدينة نظيفة زينة معناها ما كان حد يقدر يصور على اللي قد يعود خارج التمر ما هو موسم وهذا هنا دول المشاهدين هذا لا يتسلعوا لا يتسلعوا الموسم القياطنة يخلوا عنهم الخارج اكيد من قلت له فرح ما عاد بس طبعا تشوقتي انوار تشوقتي بعد اللي عزت لي بدا وبين عزت على ان كل شيء قد يعد انا هن ان شاء الله الفكره موجوده عندي كل شيء تبارك الله وين الدقائق تبارك الله الفكره نعرف ان بعد تبارك الله الفكره معنا شكل بعد ان شاء الله زين حتى اذا طبعا قلت النفاضه راعيها النفاضه مدي النفاضه هي الشرية الله يلا الله يلا هيك النفاضه عايده عليها الزبده مضبوطه والزبده طبيعيه ولا القشطه؟ لكن لا مقلص صوته بعدين الدكونجي هذه بعد الزمن كامل النفاضه والزبده في قدحه انا ليك ما نقلط فيها زين عندي ايوا شفتي رجال في قدحه مصنعه مولي كيف صناعه الزبده وكيف صناعه اللي هي اللي هي هو هكذا كامل فايدك في الصناعه شوفي الطبق الطبق انت مصنعتي؟ آه لا يصنعون عليات هي تشتري جاهز عندي عليات في ادرار يعدوا لي من الكميات
من زهري وعلو الشغلي معناها انه عمل يدوي هو وذا اللي فيه التماكيف والزبده كذلك والقدحه كذلك معناها انه كامل وصل كامل باليد زين زين حتى يعني هذا كلام اللي راح حتى المعلومات يعني طبعا من اجمل الامور اللي الله يتعود يشاهدها العين وتمرده هو دي مبقرر زين شايك النوعيه الاخرى نوعيه اللي فيها دوخه اللي فيها الدوخه روعه بها الزين بارك الله وفي السله مولي درا كانت السله تقليديه لا كانت تقليديه دي السله كانت اصلا موجوده تقليديه بالتراث هاي السله تعود ما هي مستخدمه دائما يعني خليك تقبض عيالك ما عندي معلومات انا عرفنا بعد منين وعاد الثلاثه راه كانت اصلا موجوده يبي عندي على ما يقدر يقعدوا مقترحينها زين حتى في بعض موجوده في السوق لا والله هي موجوده في السوق بصيفه هذه بصيفه زين حتى هذا الدخله بيا اللي قط شفت ذيك الدوخله اصلا انا تعد الملين معطي يعود مازال اول التمر بدايه التمر تعرف قالي حتى حد يلا ندالو فيها انت دايره فيها دايره فيها التقلاع؟ المرة اللي ذاك فترته معناها انه مهم نقرا التقلاع لا هبصه جايبتها لكم انا نزلناها خالف اذا اللي دخل وشاف من الطاقم يعود من الطاقم يعود جاي يقول بانه تخيلوا بانه تمر حقيقي وتعود كلها يقول طوني تمره والله شك هذا تمر حقيقي هو فعلا قايه في الروعه طبعا بهدي ادلا كانه حقيقي اذا انا هني جاي هون ضيف عليكم نختار نعود لا نجيب لكم الا ذاك الباركم ولا قد بعد نعد لكم شي بعد شنو عندي بعد من بعد زين حتى اذا طبعا احنا هون عندنا بما ان ايضا التراث ايضا والصناعه بما فيها الصناعه التقليديه اللي هي ايضا تحكي التراث وتحكي لمسات جماليه موجوده واقتناء ايضا كيف قلنا قبيل كي اقتناء اللوحات اللي عرضنا قبيل هو اقتناء للتراث واقتناء للتراث حقيقي وشي كان موجود اصلا واحياءه يعتبر احياء يعتبر من الزينه اولا من الديكورات ثانيا وايضا جماليته في الروح وروح التراث اللي موجوده اللي تحكي اصاله هذا الشعب وتميزه والامور اللي ميزته سواء كانت امور حسيه كان يعمل بها والله ايضا امور معنويه والله امور كانت في حياته اليوميه طبعا اللي نشاهده درك انواع من انواع الزينه الزينه التقليديه او الحلي التقليدي اللي هو يحكي ايضا بعض التراث ما زال بعض الصناع المبدعين يحافظوا على شكله سواء من مشاغل فضيه او من النحاس او من الساغو اللي هو معروف تميز به المجتمع الموريتاني السواد في البياض وتطريزه بالفضه وسواء من الجلايد وسواء في الحب اللي ميز المجتمع الموريتاني اللي كان اصلا يجبر وينحك ويعدل منه الابداع لان شاهدوا ذاك العنصر اللي يبين ذاك الحلي ونرجع لك مكفوله في توضيحات اكثر. Thank you.
إذا كما شاهدنا قطع للزينة أيضا تعكس بعض التراث وبعض الزينة التي تعكس أيضا اهتمام هذا المجتمع بالزينة التقليدية، وحديثا أيضا اهتمام بعض بهم عن البعض عادي يدير مشغولات الفضية ويدير فوتو زمن مدودين في ساقه، غنختاروا مصر يرجعوا أكثر ديك الأدوات التقليدية لأنها حد قبلها معناها أنه دعم التراث، معناها أنه دعم ذا الصانع اللي يسهر ويعدل شيء زين وبقيمته بيدو، ما هو معدلته ماكينة ولا صابته الصين ولا صابته تايوان. اذا طبعا احنا هنا عندنا 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 شيء ايضا مفاجاه اخرى في الفن اللي معدله مكفوله. عندنا هذا، عندنا القدحه من البان، رايب والله، رايب والله، حليب رايب زريقه من لبن الرايب، القدحه كحله، والله قدحه من الشواط، قدحه من الشواط كحله زينة. لا زريقة كيف انها تاخذ وتوتر. لا يتخيل حد انها زريقة، لا يجي حد لا يشرب عطشان. وخصوصا احنا في الحمان. وعلى فكرة ملي من الادوات اللي مصنوعة من الخشب مرجوع لها عالميا وانها صحية اكثر. اي وتم ما تندثر لابد من التم. حتى ملي اكثر صحية. وهي من بين المسائل اللي ما زالت الناس تقتنى في ديارها. انها دائما تعدل فيهم زريقة الرايب ولا طرح فيهم اللبن عيات. تقبض واحدة. من ترى القدحة اشتميتي اللي عدلتي القدحة. هذه ماني معدلتها، هذه اللي شاريت. لا لا العيال اللي تخممتي في صناعتها، هي في صناعتها هي قدحه فيها اللبن. لا تخممت بهذه مطروحه حذايا وتوف عندي. شفتيها فيها اللبن؟ وفيها اللبن عندي مطروحه قدام. الحمد لله. ايه زرق لها باللبن ربنا الحمد لله. وتوك طرحت لو الفكره كانت قد تجيني قاع نعدل بها اللبن يعود قاع ما يفرق قاع يتم لها مطرح. قلت الحمد لله جاتني فكرت. وعقب تعدلت على مره وثنتين ولا ما جاني شيء. ميت بعد الله متفاركه معي انا قبل ما جاك اللبن زين من راسه النقره. اذا النقره ما جاك قبال ما جاني قبال هو قبال. لين عقبت بعد الحمد لله هم اللي عليت على مره الله ثنتين تبارك الله. جاتني تبارك الله ما خاسر عليك. جاتي تبارك وجاتي قال فيها لا لانها ما قلت ساعه ما تحد عطشان ما تنفع حق بعد ما ترى كان اللي قبال على ذي القدحه قلت لي الناس قبيل قلت لي انها زين عندها التمر زين عندها حتى وتشوف يلفت نظرها والدليل قبيل وجودنا قبيل طرحنا هون في السجو ناس كامله انبهرت بالتمر انبهرت بالنفاض انبهرت بالتقلاع من درى كانت انبهرت امي في القدحه والله والله الا فاجئ هم فاجئ الحقيقه اللي بان ذوك واكي التمر اذا قال انه الابداع هذا به اللي هذا هو موريتان وتوصيف قدحة ولبنها الحمد لله قدحة من الشواط فيها فيها اللبن وقدحة من يطم اللي كيف شوف يطم عصرا بعد قاع شي فيها تبارك الله شنو الفرق بين الكحلة من درك كان زين عند الناس في يطة والله في الكحلة ايهما زين عند الناس زين عند الناس في يطة زين عند في يطة بها اليطة زينة لو بعد تبارك الله عيب للشواط يا غير اللي اكثر قبال فيها الشقلة فيها هي وزين عودها هي من نفسه بعد قاع عودها شي جايب فيهم ولا بصيفته هذه ما مضرير وشي ولا شي ما ولا عاد زخروفه شوي والله نقش والله شي انا لونها زين دائما اللبن زيك محروقه زيك محروقه تكحل اصلا اي هذه تكحل هذه طبيعيه اكثر طبيعيه حكما طبيعيه بها اللي عودها فيه ذاك اللي شفت شي طبيعي وتو جدر صدرها الحقيقي جدر صدرها الحقيقي بالوانه الطبيعيه بالوانه الطبيعيه وينحتوهم ويديروا فيه الزخرفه قال ما هو بالنسبه بعد انا ملاحظه بان ابيض ذاك اللي في القدحه الكحله قدحه الشواط من هذا صابلو من درا كان قد يعود هذا هو اللي والله به الكحال عكس البياض لك حال يعكس البياض والله زاد ام اللي هذا يصرن هذا يصرن تعود اللبن الحليب ذاك الراية والزريق قد عود هذه ايش قايله؟ ام اللي ما عندك مشكله قال بعد اصل الكحال يظهر البياض زين معقول معقول نجري فيه دور اللي يعود نصح بياض من زين ذاك اللي زين اذا وقلتي لي قبل على ورقه حات شماسي الناس تشريهم تبغي تجبرهم زين عندهم تبارك الله هون ياسر من الجار يطرحوه في الديكورات ويطرحوه كديكور والله احنا ان شاء الله طارحين وما شاء الله في جارهم ياسر تبارك الله من يشري تبارك الله يشري ويشتري التمر تبارك الله وزين عنده واللوحات بخلقهم هم اللي غير بعد من الساعه اللي تبارك الله جاد التمر واللبن تبارك الله عدت الناس زين عنده وحده قاعدة لا تحكم به الشركه باطل ايه جو قبي جي حد لا يشرب هذا هو هذا سراب هذا لا كلهم يشرب حوالي ويقول لهم تفضلوا جروا عليها ايه زوين حتى وتسوي تبارك معانا زين حتى اذا عندنا هون لوح والله لوح هم اللي رايع ومكتوب عليه كتبه الدواي قل والله احد ذاك صافيه ذيك حجره نقبلها انا ونتبارك معاها نحك نحك حواشي ولا كانها خشب حتى شاف يبونها الين يجيني فرم اللوح بصيفته هي حجره طبيعيه ومجور عليه ذاك القرن. واللوح شو ماسي القبال على اللوح؟
بخلقه ما شاء الله. بخلقه. بخلقه ما شاء الله. ما قط بعد عدلتهم تبارك الله ما مشى. ما قط عدلتهم ما مشى والله. زين حتى. زين. وراعي معهم ولي صغير. له صغير. ولي ذاك ولي رمى لي حجر اخر رمى لي. هذا كامل لا بين عزت تطوير الحجره. وبين عزت نعود مالنا مستوردين شيء من الخارج. وبين عزت نقتنعوا. بذا اللي عندنا ونقدو كل شيء نصنعه. يعني طبعا اللوح مالي يحكي ايضا قصه التراث وقصه طلب العلم وتميز به تتميز به ايضا الموريتانيين عن غيرهم بانهم يكتبوا الالواح مرتبطين حتى لما مرتبطين باذهانهم بان الالواح هم اللي يسكن في القران واللي يسكن في الراس اللي يسكن في الراس حق بعد يعود في اللوح اكيد. انتم عدلتم الحجر مثلا عدلوا اللام الخشب هذا قلت انا فكرت الحجر وقلت لهم عدلوا اللي به الروح الحجر. زين حتى والله. زين اذا شوفي مكفوله احنا قبيلك جدنا جايين على ذكر قبيل لقيت حات قلنا لهم المسير التقليديين اللي مازالوا يتم استخدامهم لحد الساعه. القدحه من الامور اللي الموريتانيين ما تخلوا عنه وهم ايضا امور اخرى اللي هنا نعتوها لهم ذو العنصر المواري ايضا تحكي ايضا التراث وما تخلوا عنه ما زالت موجوده في المطبخ الموريتاني وما زالت موجوده في الصالونات وما زالت موجوده استخدامها يندار فيها البن. طبعا احنا ما بعيدين عن الباديه حتى يبغوا يشربوا شيء تقليدي ايضا بانهم يستخدموها دائما. العنصر الموالي اللي هي يبين لنا بعض القطع قطع الاثريه بعض القطع اللي تكاد تندثر كانت تندثر وما زالت مستخدمه وحد استخدمها ايضا يعود عدل شيء زين وعصري. طبعا دخلت صناعه هذا الامور التقليديه وفي صناعات عصريه ايضا كيف لماس لما صنع تقليديين وعدلوا من الفضه ايضا ويعدلوا من النحاس يقير وطراوا لهم نقوش تقليديه وايضا القدحات كيما كنت نقول استخدامهم ايضا اكثر والشوكه اللي هي فرشه عاد تنقبض ونصها التالي يندار فيه ساقه والفضه ايضا وتعود وحتى قطع نقبض طاقه منها يعود لهم ترقي وزين به اللي شيء عصري اضفاء لمسه تقليديه على شيء عصري وايضا البراريد البراريد مازالوا مستخدمين في الصالونات ومستخدمين في الديكورات اكثر استخدامهم في الديكور واللي منتشر دائما بين الناس تقبضهم لها كهديه كبراريد الفضه تعطيهم كهديه ل كي نوعيه البراريد تعطيهم كهديه لحد جاي من الخارج والله ماشي وايضا يصلحوا للديكورات ويصلحوا للامور. طبعا العنصر الموالي اللي نوضحوا لك الامور اللي تقليديه اللي ما زالت مستخدمه.
طبعا كما شاهدنا بعض الامور اللي تقليديه وتدخل في الاستخدامات اليوميه ايضا، كيف بورتوكلي جماعات هذو انواعهم كامله، بدنا نشتري جماعه جاهزه فيها تحكي تراث ماده اخرى، تحكي صور معينه، دائما عندها مغزى، دائما نشتري وحدات فيهم الفضه وفيهم ساق وزين، وحتى مكتوب عليهم الارقام ومكتوب عليهم الاسامي بالطريقه مضبوطه، وكيف ما قلنا قبيله اخبار فرشه تاير الخشب وكدوات الخشب اللي مرجوع لهم، اللي المقليات اللي خطيره اللي تندار مع استخدم معها الحديد، الشبه الخارق قبضهم حد من الخشب، وطبعا امور كثيره جدا تدخل في استخداماتنا العصريه اليوم، وفي نفس الوقت عندها روح تقليديه. يعني طبعا من ضمنهم ايضا البراريد والمواعين كيف ما كنا نقول قبيل، وكيف ما نرجعوا للبراد اللي رائع جدا اللي تحته النار جاهزه. اشتميتي اللي جاتك فكره النار؟ ما اخترت تصنعي واحد بدون النعود اللي تقليدي، اخترتي عودة كاملة لا تقليد. اشتميتي اللي جاتك فكره، وهذا على فكره على اسمه جمر، تقول انه حقيقي وحموم حقيقي وحموم، ما درت والله حموم العادي كي شيء ما يفري هذا العادي الحياه بعد اللحم ياكل الطبيعي. انا اخترت النعود التقليدي به اللي اصلا الناس اللي الجمر واللي تعرف، وانت معدتي من الريش والله؟ معدتي من امبلاش زين والله. والمفاجأة الأخرى اللي أزين من ذا كامل، هذا كاستي. الموريتان أصلا لا بد أن نمت. هذا كاستي هو زين الخارج، والغريب أنه ما شاف أحد ما يشك أنه سبحان الله يشك أنه تاي حقيقي. إذا احنا صاموريتان. إذا أنت درتينا على الجمر. لا موريتان. درتينا على الجمر، وفي نفس الوقت هم اللي قد حد يعتبر انه كاس. بعد كاس. المشاهدين لا يتفضلوا يشربون مباشرة، تخيلهم بان تاي حقيقي سبحان الله. هذه النار تقدي سبحان الله، النار تقدي تحت الجمر. طبعا البراد الاخر شغل مقفول، البراد الاخر. براد الفرق بينهم ان هذا براد تقليدي حتى، وهذا بريق استخدم فتره معينه من الزمن والله، وما زال لحد الساعه موجود تم استخدامه ايضا، هم اللي هو قمه بالابداع والله والله. هم اللي تحته هو هم اللي جمر تحته نار خاصه، لا شيء تحت اللي حق بعد وكرمات كي شقى عندي انا اللي مرقم اللي من تحت الرماد. وانت دام عدلتي انت ما بقيتي تقبلي براد حقيقي؟ ما بقيته، اخترت تقبل صانعتي زين، حتى عود لا صانعته باش عود يبدا حق حق زين، حتى عود لا شريتي وطرحتي خيط عود انت لا ملي زيد قيمته هو زين، حتى يرفع من معنوياتي عودة كامله، مصنوع كامل باليد زين حتى لا ملي. اذا عندنا هون ايضا معالم تاريخيه، ذيك المناره ذيك فودان والله، هذه شنقيط شنقيط، هذه شنقيط، هذه شنقيط، وفيها معدلتيها مناش؟ هذه معدلتها من واسم قلب التمر. زين حتى عدتي من قلب التمر كامله. ايش تميتي لين جاتك الفكره؟ لا تميت الصالين، جاتني فكره على ان المناره نقدر نعدلوها من دون الحجر، يا سلام عودة للحجر. وانا بعد عدلت على كل اشكال، عدلت على شفتي قدامك ايوه، وعدلت بالتراب وعدلت بالخرز بعض، لا الخرز الخرز المستطول معدل كي بني الحجر، معناها اني حد وتوف مبدع كل شيء قد يطور كل شيء يحاول يبدع ويحاول يطر شيء مكان ما شيء مكان ما كان معهود الله هاني على مسرى واحد، معناها انه كل شيء قد يطر كي هي معهوده لها الحجر. انا عدلت بالتراب وانا عدلت الحمد لله بدر قدامك وعدلت بالخرز، معناها اني لا كل شيء نقدو انتم نطوروا به وذا الهدف بعد منه، على انه لا ما ينتسى وعلى انه تم بعد لا معروف على انه موجود، واللي لا هي ما هو لا ينساه لانه حد يتم ينتبه له ويتم دائما يطوره زين حتى. وذيك التيكيت هذه موسم القيطنه، هذه موسم القيطنه مالي تيكيت، حد ماشي اسمه يمشي استراحه بتون استراحه البيوت وذا قاعد ماشي وعد الله وش من خاص لا يفتح ويدخل تحت التراب، هذا بعد تحت التراب والله حصيره من الزراء عادي ام اللي سايم في الماهي اسمعت ويجي يجمع تمرات نظيفات، ومن اللي قاعد شويه من السحاب يعود ذاك مون وكنت امشي قاعد الجريد مضبوط وذا سمعكم لحظه شوي عنصريه شوي تنتمي لارجيتك انت. لا ننتمي ايش عدلتي اخر خارج ولايه تهدرا ننتمي لا موريتان لا موريتان هو ايش عدلتي الاخرين لا موريتان
لا كامله لا موريتانيا التمر ما هو موجود الا في ذراع وذي الخيمه والبراد ما هو الا في ذراع ذاك واحد قطع في ذراع قال التقلع بالذات التقلع هاي وذاك الصمحه ما عندنا يقعد يعود اللي بالمشترك والخيمه مشتركه الخيمه مشتركه شو الخيمه والبراريد مشتركين والتاي اكيد اكيد انا ما كريت قلبي اذا عندنا هون احنا واحدين فيها لا موريتانا عندنا هون خيمه فيها اكل بدو مل زين حتى خيمه فيها كل شيء نقرها كل شيء تقليدي نقرها كيس ونقرها صرميات ذوك صناديق صناديق وصرامه صناديق والله وصرامه وقدحه وقدحة مسند على الركيزة ومنشور شو منشور فيها؟ ذاك منشور فيها ليويش ولوح نقرها لوح والله ذاك مسند على الركيزة نقرها لوح والله ومطروحة على علب ومهدي ومعدلة بالتقليدي مملي أيضا مزخرفة زخرف تقليدي ومعنقرة تعنقرة اللي صالحة والله وتادها وتادها وصيفته وحدها شوية مزربة بها الحجرة ووسطى الحجرة كان أعلاب ومتسف عنهم به الحر شوية ويبقوا شوية ظاهر فما هالشيء وفم شوي من الربيع وهون شي من الحطب هون شي من الحطب والله الحطب والله يعود من الحطب يعود من الحطب مزروع حداها الله ضبطيها كامله بنقرها في الربيع وحصايرها هم اللي مضبطه هم اللي فم قراها حصاير طاح وهم حصاير الله كامل زين حتى مزات موجوده هم اللي خيمه الموريتانيه زين حتى ويلي ويش ويلي ويش ويلي ويش ايضا والله وصناديق هذوك وماها صناديق الامورين المهدره وكاع موجودين الوساده والصرمه الله وعلى ذكر الصناديق العنصر اللي ذكرنا ذلك في صناديق ايضا تقليديين معدلين بالقار والفضه ايضا يستخدموا ايضا استخدامات حديثه قد يدير فيهم الديار وقد يدير لهم ديكور لا هما كاع كانوا يديرهم سمسونيتات الناس الاولى الزمن الاول اللي كانت عندهم من يلموا فيهم تاعتهم ويبشهم حالتهم الله معناها ان هذا لا تم بعد يذكر على انها لا زين مازالت موجوده بعد موريتانيا وتنعتشي لي ذاك البير هذه برك قبيل ما قبضناها طبق صغير والله ذاك طبق صغير طبق صغير اصلا بدايه التمري كنت نعدله في الطبق هذا الصغير كنت عدلي اصلا بدايه اصلا كنت نعدله في هذا زي الديكور الصغير صغير ومن فم ريتها رواقيج اقترحوا لي كانوا قد عدل لهم في طبق كبير وعقب تعدلت له رقاج مكومدو من عندي وشره وعقب زين عندي مولي تمو عندي دائما كبار بي شي الخلق يعطيه كبير وشي اختي وصغير حسب الاذواق وحسب اي اخترت نجيب لك منه نموذج لاني كنت اصلا نعدله في الصغير فم طورت عدت نعدل مولي كبير حد يقعد عنده صاله كبير زين عود تعرفي الله يبقي جوا غير واقي جوا مولي يبقي يرضى حد جاي من يجيهم مول زين حتى اذا طبعا احنا هون عندنا عندنا ايضا بما ان نتكلم عن النحاته طبعا لوحات مثلا جايين نتكلم عن النحاته كيفن ودون نتكلم ان شاء الله عن ايضا التقدير كنتي وجوائز تقديريه رايتي ومشاركاتك في الخارج يقر ايضا هم نساء مبدعات ايضا في مدينه الزوارات تعودوا انهم يمشوا وراي الهامهم ويقيسوا الحجاره ويحكوها ويعدلوا منها ابداع يشاهدوهم وشوفوا
كما شاهدنا في النساء في مدينة الزوالات مجموعة من النساء عندهم إلهام خاص وعندهم أيضا إبداع أيضا في فن الحجارة، يجمعون نوعيات خاصة منها ويعدلوا منها صناعات ويعدلوا منها المهاريز ويعدلوا منها البرتقليهات ويعدلوا منها مجموعة كبيرة من التطريز ومن أيضا الديكورات اللي صالحة، وما أيضا قمة في الإبداع. وللأسف الاتجاه لبعض النوع من نوعية الصناعة ما جبر التشجيع كبار الضروري، وفي نفس الوقت هم اللي تبدأ تندثر بها اللي عليات الكبارات يستخدموها دائما، وبدون الناس أخرى تورجها ولا بدون الناس أخرى تمشي تعدلها، وبدون مردودية أيضا واضحة للعيان. وعلى ذكر المردودية مكفولة، من درك كان كنت تقولي لنا بأن الفن اللي اتجهتي له اللي رائع جدا واللي عدلتي بأناملك وبيتك وبفكرك وبتخمامك وصفك فنانة تشكيلية، من درك تقولي لنا بأنه كانوا مردوديته كانوا رجع عليك مردودية مالية، والله كانك مزرتي، والله كانك لا تعتبري هواية مزرتي، تابعي لهوايتك أنت الخاصة. ما شاء الله، أعرف أنه تبارك الله مردوديته تبارك الله، أعرف أنه ما شاء الله بقيمته الناس ماشي عليه اللي القبال ما شاء الله، اللي فت بعد عدلت منه مع ما بعد قاعد تمر هو والزريق عدلت ولا مالي شي قاعد ما هو كيه الحجار الاولين وذاك ونعرف اني مستمر لله واحلى في مقدر هواية على اني لا انتمم اللي مقاومه فيه لينا الحق كلها هي الحق. قال من دركانك تحسي بانه مردوديته مردوديته بالنسبه لك من درك ما تفكري في انك تمي تعطي المواد الاوليه وتقبضي عليات معاك تشقليهم وتنعتيهم الطريقه اللي تجود بها وتعود تنتجي كميات تحت الطلب، والله ما زال الطلب لا قذا قذا مره طلب لا قذا قذا. شتي ذيك ذيك المرده فعلا من يالله تعود حمل جماعه ريش معايا عليات يا قائد العمل نعدلان وما يعدلوا لا يجمعوا لي الحجار البلادات ويمشوهم لي ولا عاد قارني الشيء من الآلة ما هني قادة نمشي شعر هنا قبالها يمشوا قارع لأن فيهم حاجة عدد ما يعدروا نابانا عنه قاع من جهتين واحدة هو ما فات أكثر وكيف أنه مازال في البداية ومازالت الناس طلب عليه محدود هو محدود واحد اليوم اللي تجي له يعلمك يقرق قاع يوم شكيت احنا نوريت لانك محتكره من ستين عندك خارقه امور تقول تحتكريها ما يعرف لحد غير طريقه الحك وطريقه الطلاء تحتفظون شي بها والافكار تحتفظي بها صدق حقيقه تبارك الله لا افكار لا انت خايفه على فكرتك قال بعدين يعود الطلب ياسر يعود الطلب ياسر تغامري تقولي لا تغامري لا نضحي على ذكر ام اللي التشجيعات من دركانك زين من دركانك جبار حاسنك كنت كجبرت التشجيع لازم الفن الواحلة فيه ما انا الله ما فتوى قال له قاعد على ذاك الشيء ولو كان جبر التشجيع ولا جبر دعم قطعا الناس كامله تشتغل فيه اللي وانا ما ندور لي انا واحد ولا يبقى لي انا واحد باقي اللي جير وجا ذاك وتركتي واللي المزار كامل جاء معناها انه منين تنعطى له عنايه وتعترف به الدوله وتقدر كذا المشاريع كامله تشتغل فيها من الشباب كامل اللي عاطل عن العمل اللي هو ذا العمل وانا ماني حاستول يا غالي لابد من يعود عندي انا مردودية داخلة ريانة من ذا العام رواقيش اللي لاهين كون والله اللي لاهين هاي شيء ويعود رقاش ذوك وعنده مشروع والمشاريع كاملين اللي معدين ماني مقتصرة عنهم لأن نجبر حد لي يدعمني والله نجبر والمعارض مدرك انا قد كونتي معارض المعارض تشاركي فيهم بدون عن معارض في عيد المرأة تقريبا والله معارض تعدل معارض محدودة مدرك انا قد شاركتي مشاركة دولية والله هي قط مشيت مره الشهر عرض الشهر فرنسا قهر اللي ثلاث ايام قاع ما بطينا معدل فهم وقط مشيت شنو هو فرنسا شنو هو من درا شفتهم كانوا زيان عندهم والله زيان زيان عندهم زيان عندهم اللوحات اساسا اللوحات صار زيان عندهم خاصه اللوحات من معدلين بالحجار بالحجار والشغل والتعب وذا والبيئه قالوا انهم لا الطبيعه وتوف زين زيان البلان الطبيعي الوان طبيعيه زيان عندهم جيت مقطعا اشتراهم منهم واحدين عجبوهم التمار يقولوا له دات وزين عندهم وتوع لانه فكرته يا غير هيش هم على اللوحات بهم لا يعلقوهم من ويش ما يعرفوه ما يعرفوا اللي احنا نزلوا اللي احنا وقطع انه زين عندهم هم والخيم شيء كامل معدل بالحجار ولا التراب ولا العود زين عندهم وعاجبهم ومشيت في معرض شور ايطاليا وعجبهم الزين عندهم حتى فاجئهم قالوا على انه الفنان ومشيت على مرتين ولا ثلاثة هم اللي شور تونس وكلهم هم اللي يعجبون مرة مشيت شور صالون الابتكارات مشيت قاعد أنا واحد مشيت الصناعة التقليدية وقطعا عجبهم وقطعا هم فاجئهم وعاقب ضرك اللي تقريبا شهرين جاي من الشور معرض سلطنة عمان ذيك وقالوا عنهم هم بعد يعرفوا الفن ويعرفوا ذا العالم كامل يقال ذا النوع من الفن على انهم ما قد شافوه على ذا الابداع وخاصة عندهم التمر
زين حط. قطعنا التمر اللي ثبت من عمنها قطعنهم اشتراه وقطعنا صنعت اثنين. مليف. هم. صنعتهم هم. صنعت اثنين. دوتشهم حجارتهم. ما نظر رفت ما تريه. رفت الحجار معه. رفت الحجار معه رفت شغلتش كاملة معي لعل. لعل. ولا من يشافوا من بتبارك الله عدروا عليهم هاك. قالوا لأن التمر هو بصيف تقبال. وفرقوهم وصنعت اثنين. ينزل التمر بهم والله اللي اعطاهم حاتم اخي ولا وعدروا معايا مقابله مباشر عدروا معايا في التلفزيون وعدروا معايا فرج وجبت من عندهم اعطوني قاع وشوايز عليهم وقال لهم شاكرين وعلى انهم هذا الابداع وعلى انه فن وعلى انه مضبوط. من ترى الموهبه اللي عندك من ترى كانك تقولين بانك كانك ورثتيها تقريبا تركتك والله حاسه انت منهم يقدروا يساندوك الاعتماد بغير الغير يقبل صنعتك وعندك الحق عندك اصرار الصنعه من ترى كانك تركتك قدروا يعدلوه والله الحمد لله مولاي انا عندي تريكتي واحد منهم الحمد لله الكبير لا يعدل باكر السنه الجايه برك عليه ان شاء الله ومتبارك يتعلمه وعندي هنا شيء زخروفه معدله هون انها مكاتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم. زين حسن. بزخروف ما شاء الله مضبوطه راعيها معدلها تبارك الله مضبوطه قال لا ما نبقيها نقبال قاع حتى ينهمك فيه. عنده ابداع في يعدل اللوحات. يعدل تبارك الله اللوحات يرسم اللي انت قاعده بزر تبارك الله يرسم تبارك الله عنده ياسر من الرسم معدل وياسر من الزخروفات وذا غير اللي نقول تملمهم في صكك وتوفى ما نبقي قبال حتى يظهر. تبقى ينهمك فيه. ونحن قاعد بكاش بك العين والله. لا خفت من العين ونستحيه. ونحن قاعد تبارك الله. ونحن هم اللي اسره فنانه كامله الحمد لله. البو فنان. نقول الحمد لله فنان فنان ما شاء الله تشكيلي فنان تشكيلي عندي هون لوحات مختلطه معاهم كيف هذه ظرك. هذاك معدل هو. ياخذ لك هو الرسم وتعدل انت. هذاك معدل هو ببينتشير هذاك بينتشير قبل شهر هذاك بينتشير معدل هو يرسم لك هو السما ونخل السما ونخل يعدلهم هو كامل وهذا الصلوخر كامل اللي كولاج وذا نعدل وانا معناها انه الحمد لله متكيفين على زين اذا تبارك الله اذا زين حتى نشوف شوي مكفوله نشوف شوي عنصر عدلناه اخير من اخر العناصر اللي عندنا وهو فيه ايضا استخدام الصانع التقليدي الامور عصريه جدا كيف طلاب التلفزه والميسات عدلوا لهم الشروعه عدلوا لهم لبسه موريتانيه وعدلوا لهم ولا وعلى حتى على كل حال زيد السعر شويه غير زين ومتان ويسبقهم بسباقات مع الكحال مع الفضه وايضا عدلوا امور اخرى ادوات استخدام اليومي الاستخدام اليومي وهي ايضا تعود تحمل صبغه صبغه تراثيه لين شاهدوا ذاك العنصر وناشوا طبعا كما شاهدنا هذه بعض من الميسات وبعض من طلاب التلفزه وطلاب ايضا اللي جو كوين اللي شراوا علينا اصلا عليهم صبغه تقليديه وعليهم منحوتات جميله جدا واستخدامات ايضا اليوميه وهم كيف ما شفنا هم اللي ايضا الات تقليديه تنطرح كديكور تنطرح ايضا على هذه الامور الذكيه اذا مكفوله من درا تنعتي نوعيه من اللوحات اخرى ايضا لوحاتك الثانيه
شفنا قبيل نموذج، شفنا دار من الحجره والله، وفيه بير وفيه هذا درك درك لهنا عدت لكم منار التيشيت. منار التيشيت مبنيه مال هي بالحجره. هذا كامل لله الحجره، عطيه الحجره كل حجره واحده صغيره صغيره كامل من حجره راعي به لا الحجار كامل مالي نظل ندقدقو مالي نقري قابض حجار من ذيك المنطقه والله تقبض حجار. انت ماسك سابق الحجار؟ لا 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 ما سبقتيها. كل مناره وحجر تقبضي نوعيه اللي في المناره، في نوعيه المنارة. الحجره زين حتى حمراء ولا عاد كحله ولا عاد مبنيه صفراء. هذه تقبض صورتها ولا طلعت عليهم مباشره ولا تقبض صورتها؟ لا صورتها تقبض صورتها صورة عندي ونفس الحجره نبنيها بها زين حجرتها. هذه مناره تشيت ومالي مهتمين فيها حتى به اللي وذيك ولاتها ذيك الولاتة. وهذه الولاتة والله نفس مالي حماره وزخرفتها وذم نفس الشيء مالي راعي نفس الشيء ولاتها بنايات تشيت بنايات ولاتها على ولاتها ولاتها بنياتها وزخرفها المعروف وزخرفها المعروف والمسيد مالي نقرأ. وهذه مالي معتيه مواد طبيعيه؟ لا طبيعيه مالي مواد طبيعيه من التراب. لا تراب تراب الوان لا تراب الوان هنا مركت لونها هي زين. وذيك شنقيط وهذه كاع شنقيط مالي نفس مالي حجرتها نفس مالي الحجره زين حتى لونها لونها مالي بصيفته مالي ماني بنترتو ماني بنترتو لا لونها طبيعي بصيفة راعي هم اللي زين حتى نفس الحجاره الملونه نفس الحجارة اللي فيها شيء احمر وشيء ابيض نفس الشيء ونفس المداخل المعدل والتراب اللي تحت. اذا طبعا هذا فن يستحق تقدير هذا مهتمين فيه به اللي مهتم فيه فخامه الرئيس المدن القديمه هم اللي لانهم احياء تراث المدن القديمه طبعا طبعا وداء لا ما ترى عن جبال كان عندي غيره انشريته انشري وذا مازال عندك هون الشيلال والبير والله في بلد واحد لاصقتي في بلد واحد اصلا ولا بدون يلاصقوا بيدي الحاس من نعود الراجل اللي يجي يجبد الراجل دار قايب وتو هذا الشيء اللي يود له راعي هون مستند هنا مكحل وما ايش وهذا فيه لم وتو من نعود حذاهم ولا اهل اللي يجبد وتعود الحاره هذا لا كامل لا تراثهم اللي كامل موجود كانوا ما زال مولي زين موجود مولي زين قال بعد يظل سيد سيد الاطباق وسيد الذي تسمع هذا هو اجمل ما يكون قد يعود واكثر ابداع والاول مره يعد اللوحات قد يعود الناس رسمتهم عاد تم الغريب والحجاره ما هو بالحجاره دايرين في الحجاره اول حد عدلوا اللي انت قطعا اكيد وقطعا هاي ذاك بالنسبه للناس اللي انضموا لنا من اجمل ما يكون النفاضه معها الفضه او خالطه ما اكبر من قدو لكن معها معها الزبده انا اشوفها ترى غلط ما اكبر من قدو معها الزبده الصابري هذا اللي تمشينا شغل قبل ما عندنا الراحه لا هو اللي يندركم تطرصوا هو لكم طاب بعد والتقلاع ايضا والتقلاع والله شوف التقلاع والله ايضا التقلاع شوفوا اللي مولي اللي انضموا لنا ضرب كانوا يصلوا ما كانوا معنا والله والله انا قاعد اقول زين منقر بيهم الا الزي يقول يا اختي نحن ما نقدر نقول سبحان الله في داروا له زي حقيقي انا داروا له زي حقيقي سبحان الله والله الا حق وتباركتوا نفس الشيء وتباركتوا نفس الشيء كيف تقبضي تمره وتقيسيها عليها الله سبحان الله ما تقبضي بالحجر وتقيس ما تدخل لا قد يقول لك الساعه خالك تقبضيها وتقيسي عليها نفس الحجم حكما والتمر بعد قاع ماد سبحان الله ونفس التبارك نفس الشيء هو التمر سبحان الله قاع ماد قد تبارك الله تيشي به لي اشكال وايضا كاستاي والبراد اللي على الجمر بعد كامل حاجه بقى البراد اللي على الجمر ايضا بالنسبه اللي ما شافوه روعه في الجمال طبعا جميل جدا ولا تنسي بعد هذا رانا لين مرقوا على النوفا ان شاء الله اذا تشوف شوفوا البراد ايضا وبالنسبه ل شوي مشيت شهر سلطنة والله والله اعطوني ذي شهاده التقدير شهاده التقدير والله واعطوني ذي جائزه مهرجان مسقط الفنون الحرفيه زين حتى انها تستاهلي اكثر تستاهلي شهاده مبدعه في المجتمع الموريتاني واول سيده تقوم بهذا النوع من النوع من الابداع وانها تعدل الامور اللي تقليديه تعدلها على ارض الواقع اللي جميله جدا اذا طبعا الوقت ينقال انه ما يرحم وفعلا اكيد وشكرا ونتمنى ان يعود الصانع التقليدي بصفه عامه والنحاته والرسام والفنانين اللي بدعوا
وحيونا التراث واللي جسدوه على ارض الواقع وطرحوه، تنعطاهم اهميه اكثر، وان الناس على الاقل تشجيع من شعبي ايضا بشراء اللوحات وذي الامور وذي الديكورات واستخدامها في الاستخدامات اليوميه، لانها مغزى منها مغزين، واحده تشجيع وواحده ملي بث روح التراث في بيوت الموريتانية، اللي الشعوب انجح الشعوب في العالم ذاك اللي حافظت على تراثها التقليدي وحاولت يحيا وتمسكت به وتميزت به من دول العالم، وهذا طبعا معروف. اذا شكر خاص للفنانة التشكيلية والمبدعة والنحاتة مكفولة من تحميادة. شكرا لك في نهاية الحلقة، ونتمنى لك مزيد من الابداع ومزيد من الابتكار، ونتمنى لك ان شاء الله مصنع وتعودي تصدري منه قدر من ذي الامور. وشكر خاص للمنسقة تربانة متديها على الصور الجميلة اللي عاد قبلتنا من محلات تقليدية، وشكرا أيضا للمنسقة مامية من تحابيب، شكر خاص للمخرجة القالية بنت محمد دحيم، وتابعونا مساء الأحد القادم بعد مجلس السابعة، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.